نحكي اليوم عن العيوب البصرية. كتير من الناس بتعاني من مشاكل في الإبصار، واللي هي نعمة كبيرة من نعم الله علينا. عنا علاجات مثل الليزر والليزك والفيمتو ليزر، نسمع عنها كتير، لكن يمكن التفاصيل أحسن من يحدثنا عنها الدكتور قاسم قاسم، استشاري جراحة العيون. أهلا وسهلا فيك دكتور، نورتنا. مساء النور وأهلا وسهلا، نورتينا. يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. نحكي عن أهم الأخطاء والعيوب اللي موجودة في العيون. هلا بشكل مختصر، في 3 أو 4 انواع اللي هي يعاني منها الانسان. النوع الاول اللي هو الاكثر شيوعا اللي هو قصر النظر، وهذا النوع يتزايد مع العمر، وعاده ما يستقر بعد 18 او 19 سنه. النوع الثاني اللي هو طول النظر، وهذا يكون غالبا عند الاطفال ويتحسن تدريجيا مع النمو. والنوع الثالث اللي هو الانحراف أو الأستجماتيزم، اللي هو يتعلق بالتحدب أو شكل القرنية، ومن المفترض أنه يكون ثابت ولا يتغير مع الزمن. والنوع الأخير اللي هو الانعدام المطابقة أو البريزبيوبيا، اللي هو عدم القدرة على القراءة، واللي يعني يحدث بعد سن معين، بعد 45 عادة. وهل كل هذه العيوب البصرية تصحح بالليزر أو شو رأيك؟ يعتمد على تقييم المريض، فكل مريض يعني يعتبر حالة مستقلة، وتقييمه هو الذي يحدد هل يمكن علاجه أو لا. بشكل مجمل، الانحراف أو الأستجماتيزم وطول النظر وقصر النظر يمكن علاجهم إذا كان يتناسب مع المعطيات اللي بنحصل عليها بتقييم المريض. الانعدام المطابقة لتصحيحه بالليزر أو بالليزك من الأمور اللي يعني يصعب الحصول عليها بدقة. طيب دكتور، بنسمع عن الليزر والليزك والفيمتو ليزر، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق ما بين أنواع الليزر، أو بالمختصر الليزر بشكل عام الذي يستخدم في تصحيح البصر، اللي هو الإكزيمر ليزر، واللي بدأ استخدامه في نهاية الثمانينات، وكان يتم عن طريق علاج سطحي، وبعد ذلك طرأ على العلاج التقنية الجراحية لتكوين شريحة أو الفلاب، وأصبح اسمه ليزك. والفيمتو ليزك أو فيمتو ليزر، اللي هو الليزر المستخدم لقطع القرنية لتكوين هذه الشريحة، استعاضه يعني بدل المشرط الجراحي المتحرك. فمهما يعني مهما تنوعت المسميات، فهو إما ليزر سطحي أو ليزك عميق اللي يتم فيه قطع جراحي القرنية. طيب دكتور، أنا كمريض اللي بختار نوع الليزر، ولا أنتوا كمختصين استشاريين جراحة عيون اللي بتختاروا؟ لا، يجب على الطبيب بعد ان يعني يتم تقييم حالة المريض وما هو الشيء الملائم المناسب والاقل مضاعفات للمريض، يتم اختيار النوع العلاجي المناسب. ممكن تفسر لي بشكل مبسط، إلا احنا كمشاهدين مش استشاريين مثل حضرتك، شو يعني التقييم؟ تقييم تحديدا ايش بيشمل؟ نعم، عند زيارة المريض للمركز لابد من تحديد ما هو الخطأ البصري الذي يعاني منه، وما هو العلاج الأنسب حسب تقييم حالة المريض. طبعا في عدة جوانب يعني بالمختصر لازم يتم دراستها. أولا، مقدار الخطأ البصري، وهل يمكن علاج هذا الخطأ سواء كان قصر نظر، طول نظر أو انحراف. هل تحتمل العين تصحيح هذا الخطأ بواسطة الليزر؟ يتم تقييم سماكة القرنية، مقدار تحدب القرنية، ويتم فحص شامل للعين. لابد من وجود يعني سلامة العين بشكل كامل في الجزء الأمامي والجزء المتوسط والجزء الخلفي، بمعنى عدم وجود أي أمراض في القرنية، عدم وجود جفاف شديد، لأن يعني العلاج بالليزر أو الليزر قد يزيد من نسبة الجفاف ويصبح مشكلة مزمنة للمريض. عدم وجود أي تبدلات في عدسة العين، لأنه عدسة العين متبدلة مع الزمن، فإذا تم تصحيح الخطأ البصري اللي يعاني منه المريض وفي وجود ضعف في العدسة، فهذا شيء متبدل،
فلا يجوز العلاج. عدم وجود أي أمراض في الشبكية أو ضعف في شبكية العين. فبشكل مختصر يتم فحص العين بشكل يعني دقيق وكامل، وبعد ذلك يتم تحديد ما هو العلاج المناسب، هل هو ليزر سطحي أو ليزك أو غير ذلك. دكتور، مرات المريض بيكون محتار، هو لازم يتبع أكثر دكتور اسمه معروف ولا الجهاز اللي هلأ رائج بيسمعوا عنه بصير يقولوا العيادة الفلانية جابت الجهاز الفلاني، ولا التقنية، ولا يعني بعد تقييم المريض إيش هي العوامل اللي بتحكم اختيار المريض للدكتور ولا المستشفى ولا الجراحة ولا الجهاز؟ بشكل عام إنه التقنية الحديثة مهمة في متابعة التطور في كل التقنيات الحديثة، ولكن ليس بالضرورة أنه أحد التقنية هي الأنسب إلي كمريض. هم بيقولوا أنه خلص الأجهزة هلأ صرتوا أنتوا ما عم تعملوا شيء، الجهاز هو اللي بيشتغل، شو رأيك في هالحكي؟ طبعاً لا، هذا شيء يعني غير صحيح، لأن خبرة الطبيب هي اللي تلعب دور مهم في مدى تحديد ملائمة العلاج ونجاح العلاج، والشيء الأهم اللي هو ما بعد العلاج ومتابعة المريض والعلاج يعني مراقبة المريض بشكل دقيق. إحنا رح نحكي على المقولة تبعت الليزر أثبت فشله، يمكن تحدثنا أنا وياك في مرة سابقة عن الموضوع، بس كمان كنت حابة أعرف دكتور، ما بين ما أجيك أنا كشخص حابب يعمل العملية والفحوصات وإجراء عملية تصحيح البصر بالليزر تقريباً قديه بياخد وقت؟ بشكل عام يعني يستغرق على الأقل ساعة من الفحوصات فقط؟ ساعة؟ فحوصات بس العملية كلها من لما يجيك المريض أول مرة لا ينتهي من عملية الليزر؟ الزيارة الأولى يتم فقط تقييم المريض ولا يتم علاج المريض في الزيارة الأولى، لأن لابد أن المريض يستوعب ما هو العلاج ويروح يفكر ويتخذ قرار بشكل متأني. في الزيارة الأخرى أو الثانية اللي تتبع لزيارة المريض للمركز للقيام بالعلاج تستغرق إعادة تقييم المريض وتحضير المريض للعلاج والراحة ما بعد العلاج، فتستغرق حوالي ساعتين من الزمن، ولكن العلاج بالليزر نفسه لا يستغرق أقل من دقيقة. يعني العلم سبحان الله قد يتطور. طيب دكتور، عم بيقولوا في بعض الأحيان إنه الليزر أثبت فشله على المدى البعيد، وهي كل الناس عملوا العمليات وعم بيعيدوها أو في عليها مشاكل، هل هذه إشاعات أم لها مصداقية؟ وإذا صار خطأ في عمليات العلاج بالليزر هل ممكن تصحيحها؟ في البداية لازم نرجع لموضوع الملائمة، ما هو العلاج المناسب أنا لحالتي. إذا تم اختيار علاج خاطئ فسوف يثبت فشله لاحقا، أما إذا أنا اخترت علاج الصحيح للمريض والملائم لحالته ففي حالات قصر النظر أو انحراف أو طول النظر في أكثر من 95% تكون ثابتة مدى الحياة. ما يطرأ من تبدل على العين بسبب الزمن أو تقدم العمر هذا موضوع مختلف، اللي هو زي ما حكينا هذيك المرة أنه في ناس عملوا الليزر مثلا بسن 20 والآن صاروا فوق 40 أو 50، فأكيد صار عندهم مشاكل الإبصار اللي بتيجي مع التقدم بالعمر. صحيح. هل بيقدروا يعملوا ليزر تاني مرة؟ عادة المشاكل اللي بتصير أو الصعوبات اللي بتصير بعد 45 أو 50 اللي هي صعوبة القراءة، وهذا متعلق بالتبدلات اللي تحدث على عدسة العين وعلى تفاعل الحدقة، وهذا مش تبدل في العلاج اللي صار في مبدئيا على القرنية، فهذا شيء آخر وعلاجه مختلف. إذا بيتم تقييم الحالة حسب إذا بصح لها ليزر أو لا. أما بالنسبة للأخطاء اللي بتحصل ممكن من خلال عمليات تصحيح البصر بالليزر، هل ممكن تعديلها؟ في معظم الحالات طبعا ممكن إنه علاج أي مضاعفات، في حال مثلا حدوث خطأ في دقة القياس ممكن في بعض الحالات ممكن يتم إعادة العلاج بواسطة الليزر، أو في طرق أخرى لتصحيح الخطأ البصري قد نضطر لإجراء عمل جراحي أو تداخل جراحي على عدسة العين لتصحيح البصر. طيب دكتور، للأسف أكيد في بعض الحالات ما بتنصحوا فيها للعلاج بالليزر، بس أكيد يمكن عندكم حلول بديلة. نعم. مثل في حالات اللي بتكون درجات عالية
ولا تحتمل العلاج بواسطة الليزر أو الليزك. يوجد الآن ما يسمى بالICL lens اللي هي عدسة دائمة يتم إضافتها على عدسة العين دون إجراء عمل جراحي على العدسة الأصلية للعين. وعادة هذا ما يتم في حالات يعني السن المتوسط ما بين 20 إلى 45. في حالات اللي بتكون الصعوبات البصرية تشمل صعوبة القراءة وسن متقدم يتم الآن إجراء العدسة المتعددة الوظائف اللي هي تصحح البصر للقراءة وللمدى المتوسط والمدى البعيد في نفس الوقت. طب دكتور، هذا السؤال يعني بيسأله كثير من الناس، لماذا تتفاوت الكلفة ما بين مركز ومركز وما بين دكتور ودكتور؟ شو الأسباب؟ هل الدكتور الأغلى هو الأحسن؟ مش بالضرورة، ولكن تفاوت التكلفة يتبع أحياناً التكلفة التقنية المستخدمة. فإذا كان الطبيب يلجأ دائماً إلى تحديث التقنية الجراحية المستخدمة فهذا يتبع تكلفة إضافية، إضافة إلى الصيانة المستمرة للأجهزة. فعدم القيام بصيانة المعدات والأجهزة المستخدمة طبيا قد يؤدي إلى حدوث أخطاء أو مضاعفات. يعني مش كل الفلوس بياخذها الدكتور. ف 90% من هذه التكاليف هي تذهب لتكلفة العلاج، والطبيب يحصل على جزء يسير من هذا المبلغ. يعني محسودين كثير انتم الدكاتره يا دكتور، بس الحقيقه شيء ثاني. الحقيقه والله يا ريت، نتمنى انه احنا نعكس الموضوع، بس في الواقع معظم المبلغ يعني يكون لصيانه وضمان جوده العلاج. دكتور، عندك نصائح معينه للصبايا او الشباب اللي عملوا عمليات الليزر كيف انهم يحافظوا على النتيجة الحلوة؟ يعني بيطلع الواحد من الغرفة قادر يشوف، يمكن هذا بيكون لحظة سعادة ما بتنتسى، كيف يحافظوا على النتيجة اللي حصلوا عليها من العملية؟ اولا الالتزام بالتعليمات اللي تعطى بواسطة الطبيب، التزام بالقطرات، الامتناع عن الامور التي قد تسبب الأذية مثل الرياضة العنيفة او السباحة أو التعرض لضوء الشمس بدون حماية، المتابعة. فبعض المرضى يأتي إلى العلاج ويتغيب عن المتابعة، وهذا يعني قد يسبب ضرر للمريض، وإجراء فحوصات دورية بعد ذلك، يكون في على الأقل مرة سنويا يطمن على سلامة القرنية. طب دكتور، رح نطلع شوي من موضوع الليزر والليزك، ورح أسألك عن موضوع سألوا عنه كتير من السيدات المتابعات، بنوجه لهم تحية. عمليات تغيير لون البؤبؤ، تعرف إحنا بنحب الستات مرات نلبس أخضر ونحط عدسة خضراء، نلبس أسود ونحط عدسة سوداء. في بيقولوا هلأ عمليات لتغيير لون البؤبؤ، ولكن في بيقولوا إنها بتؤدي للعمى. وين الحقيقة العلمية في الموضوع؟ هل فعلا العمليات هاي قابلة للتنفيذ؟ وهل مخاطرها هالقد صعبة؟ تغيير لون القزحية اللي هو يتم بواسطة الليزر على الخلايا الصبغية، ويتم تحرير هذه الصبغيات من خلايا قزحية، ولكن هذه الصبغيات قد تترسب في داخل محجر العين أو زاوية العين، وقد هذا يسبب مضاعفات وارتفاع في ضغط العين، واللي قد لا سمح الله يؤدي إلى فقدان البصر. إضافة لذلك، نحن في الشرق الأوسط ربنا أعطانا لون العين الداكن حماية من الأشعة الضارة أو ضوء الشمس الضار. ومن الأمور التي يعني تحدث مع تقدم السن اللي هي استحالة الشيخية في الشبكية، فوجود هذا الحاجز أو الوقاية من الضوء الضار اللي هو الخلايا الصبغية في العين، إزالة هذا الحامي للعين قد يؤدي إلى حدوث شيخوخة شبكية بشكل مبكر. وبفضل الله إحنا يعني نادرا ما نرى هذا المرض في الشرق الأوسط، ولكن هو أكثر سبب لفقدان الرؤية في الدول الأوروبية مثلا. فأنا شخصيا لا أحبذ هذا العلاج. شكرا جزيلا. شكرا لحضورك ونورتينا.